انت ليه منك صادق معي؟ شو قلتي حبيبتي؟ ليه منك قادر تقلي انك رايح تشوفها مش قادر تكون بعيد عنها؟ طب انا شو عمل اكثر من اللي عملته؟ قلتي لي تعال لهون جيت لهون، مو هي اوامرك؟ شو بدك اكثر من هيك؟ نور فيك توقف كذب وما تكون جبان؟ لك شو صار لك على فجأة؟ شبك؟ حط عينك بعيني. انت كيف قدرت تكون معها قبل ليلة من عرسنا؟ انت عن شو عم تحكي؟ ما في لزوم تكذب، خلص. انت منين جايبة هذا الحكي؟ مانو صحيح، مانو صحيح ابدا. انت كيف قدرت تعمل فيي هيك اصلا؟ كيف؟ هذا علاك فاضي، مجنونة انت. وقف عندك واطلع فيي. بتحبها؟ لك ما صار شيء اكثر من اللي بتعرفيه بيني وبينها، شبك؟ كذاب. فادي مصوركم على موبايله، وانا شفت نور. شو؟ نعم، فادي فرجاني الفيديو نهار عرسنا. انت وياها عتختك عتخت اللي نيبت عليه. كيف قدرت قبل بليله من عرسنا؟ كيف قدرت؟ كيف قدرت تعمل هيك نور؟ كيف قدرت؟ يا اهلين خواجه رياض، شو فايت هيك ما كانه عامل شيء؟ ولا اكل ولا حرف. شو ولا كلمة ولا حرف؟ وين كنت؟ وشو عملت؟ ليك أنا مش طايق، ولا طايق اسمع صوتك، ولا طايق شوف صورتك، ولا طايق هالبيت من أول لآخر. لك ولو رياض كيف بتحكي معي هيك؟ ولا حس، تعبان وبدي نام. يلعن أخت هالبيت من أول لآخر. خلص سامحيني. سامحك. انت كيف قدرت تكذب علي هيك؟ غلطت وما عاد عيدها. هيدا أول مرة بينك وبينها؟ هذا ما له أنا اللي بيهمني. هيدي أول مرة بينك وبينها. أنا مش قادرة أتحمل بقى كذبتك. قد إيه لك عم تخوني مع نور؟ هي أول مرة. بكرهك من وجهك. بس خلص. أنت كمان رح تجنيني. الفيديو معك من زمان، ليش بنتي اساسا تتجوزيني؟ ليش؟ جاب لك يا فاعل الخير، ليش بنتي؟ قولي لي. لاني غبية. فين؟ 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 رجعت على البيت؟ معقول الشغل ما يستنى؟ هي حسابك بعدين. لك قديشك حيوان؟ مو في معي الفيديو! لك من وين جبت الفيديو يا كلب؟ انا بدي اخلص عليك يا حيوان لحظي! خلص لك السكه! لك ما تخلو! انا اللي طلبت منه يعمل هيك! اسمعني شوي، يعني هي ما صار طلعت هيك ما قالت لك شيء؟ يعني ما قالت برجع ما برجع ابدا؟ لا حول ولا قوة. خلص هلا طول بالك، ما بتنحل هيك القصص، طول لي بالك شوي. يلا برجع بحكي معك، برجع بحكي معك. اهلا يا سيد نور. حوال كرام. يا مرحبا فيك، نورت. شرف. شو كأنه كان حلو هون؟ لك لا بس احنا عم ننظف كنا شوي. شلون امورك؟ الحمد لله. شكلك تعبان على الاخر. اي والله. شو بتحب ضيفك؟
شو ما كان؟ عمل لك كاس قوي شوي؟ هات تنفض كل شيء براسك؟ يلا الو الو قريع يا عم شهاد، انت ما بتردش عليا ليال. ازيك يا عم؟ كلمتك امبارح والله بس تليفونك اللي ما ردش. بقول لك ايه؟ بالله عليك يا شيخ ما تخشليش في القصص الفطسانه دي. وبعدين يا انت عمال تطول وتنط في الموضوع ده زي الافلامات الهندي. ايه هو انت لسه ما اتاكدتش ان هو؟ لا والله لسه مش عارف اتاكد ازاي. يا ابني ما انا قايل لك ما فيش غير هي طريقه واحده بس انك تواجهه. وانا قايل لك الكلام ده من الاول. ياد انت معاك كارت كسبان، لو رميته هيقش، انت بس خش عليه واعملها له مفاجاه. اه ايوه يا اما ماشي اوكي. غالبا هي دي الطريقه الوحيده اصلا. خلاص حطي في بطنك انت بطيخه صيفي واعتبري الكلام ده حصل. بقول لك ايه يا شادي؟ اوعى يا ابني تنسانا، اوعى. لحسن احنا هنا بنكح اسفلت. انت بس فهمه كده ان احنا مش محتاجين منه جنس حاجه خالص او شرفك كده. احنا بس مستعيبين يعني ان هو يبقى دمنا ولحمنا، ولا احنا بنسال عليه ولا هو بيسال علينا. توكل على الله، انت كلها على الله. ماشي. بقول لك يا اما جات لك الفلوس اللي بعتها اول امبارح؟ مع مين؟ فرغالي برضو ابن النصابه ده؟ طب بقول لك ايه؟ الو ولا شادي؟ الواد قفل السكه في وشي برضو. الله يخرب بيت، اما اروح اشوف اللي اسمه فرغالي ده عمل ايه. ولا من مصر؟ شو اخبارهم؟ تمام، بس بقالي كتير ما كلمتهمش وكده فقلت اشوف اخبارهم منين. طب انزل لك يومين على مصر؟ يعني القصه سهله، لازمك مصاري؟ كتر الف خيرك يا معلم، بس الموضوع مش كده خالص. مش عادي انت عم تتلبك، كل مره بيدقوا لك عم تتلبك، ما عم تشوف حالك انت. يعني كتير عم تضوج، انا ما طلعت عن عبس. انا طلعت لحتى اخذ التليفون واحكي مع الست الوالده. يعني لسه طلبات طلبات طلبات. انت شاب باول طلعتك، لازم تامن مستقبلك. ما بعرف يعني ليش عم يضغطوك هالضغط. والله انا عارف بجد. تعرف انا اصلا ليه هنا؟ عارف انا بعمل ايه في البلد دي؟ ايه مثلك مثلي مثل اي حدا عم يشتغل بهذا البلد، بدنا نامن مستقبلنا ونتجوز ونعيش، يعني مشان شو؟ لو قلت لك حاجه هتصدقني؟ طبعا هصدقك. مش انت عارف انا هنا بدور على حد؟ ايه اخوك قلت لي هذا الحوار، مو اخوك؟ صح ولا لا؟ صح، تعال خش. يا بني ادم والله ما عم بفهم عليك، شو عم يصير معك؟ سوق فيك ووصلك على البيت، شو رأيك؟ بيت؟ بيت شو يا زلمة؟ ليش أنا بستاهل يكون في عندي بيت لك يا كرم؟ أنا بستاهل يكون في عندي أولاد. بس طول بالك، قصة بلشت هالدنيا. ليه نور؟ بلشت هالدنيا. أنت لا بتسحب لا بتخجل. عمين عم تعمل زلمة؟ لا خليك أنت على جنب، فرجيني على شو بدك ولا لك. هيدا المشرشح الواطي حارق لي قلبها لبنتي. يا عيب شو عليك؟ لا اذا بعد بتطلع فيها ما بتعرف شو بده يصير فيك ولا يا اصيل يا ابن الاصول. يا ابو ماريا فه هيك هلا اقعد اقعد اشوف دور. تاخذونا يا جماعه تلاقي شربان شوي. تفضل. الله بيتنا وحشنا قوي. يا رب ما تحرم حد من بيته ابدا، الواحد كأنه بقاله سنه غايب. خالتي. نعم. بقول لكم ايه بقى،
انا عايز كده عشان افوق من ايديكوا الحلوين احلى فنجان قهوه. حاضر من عينينا الاثنين يا حبيبي. تعالي تعالي. ايه رايك بقى يا حبيبتي في البيت؟ حلو حلو كتير. حتى انت لسه متضايقه؟ والله العظيم الموضوع ما مستاهل خالص. معقول اول يوم تجيلي هنا تبقي متضايقه كده؟ انا فرحان قوي والله العظيم ان انت موجوده معايا دلوقتي. خلاص بقى روح. خلاص بعد عني ما بدي حد يحس. وانا كمان مش عايز حد يحس عشان خاطري بقى. خلاص طب تعالى اوريكي اوضه ماما. يلا. والله العظيم ما حد دخلها من ساعتها بس انا هدخلك انت. تعالى هتنامي فيها. يلا بتضحك بقى. ايوه حاولت ما خليه يشرب كتير بس أصر وقال لي إنه لا لساته وعيان. عرضت عليه إني وصله على البيت ما رضي. قال لي إنه لازم حكيكي وأنت تشيله. بس ما بفهم يعني قد إيه له عم يشرب؟ الله صار له زمان. ما تأخذنا كرم عزبنيك معنا. لا ولو أنتوا غاليين كتير علي. طيب أنا رح أجرب صحي. بتحبي أخده على السيارة؟ خليني أجرب أنا إذا ما قدرت أكيد بكون ممنونتك. ميرسي يا كرم. نور نور أنا ماريا. قوم إيش عامل بحالك؟ ماريا خليكي أنا بدي لك شغلة واحدة بس حطيها حلقة حلقة. أنا بحبك أنت أنت وبس. ميرا ما ميرا صحيح نهائي نهائي هي ما لها شيء أبدا. أنت حياتي كلياتها وأنت حبيبتي تفهمي؟ طيب طيب خلص ما تخاف انا ما رح اتركك ورح ضل متمسكي فيك لشوف اخرة هالقصة معك شو. يلا بكره بس تصحى بنحكي بالموضوع. امشي يلا يلا. قادر توقف؟ قادر توقف. ايه يلا بنحكي بكره. انا بس رايدك تفهمي قديش انا بحبك وقديش انا هي بس انت شيلي من راسك اتفاهم معك باللي انت بدك. انا تمام انا تمام. تفضل. لا لا بدي اقول لك شغله نور. خلص انت محترم خليني اياك. يا نسيت. خلص روق. شكرا شكرا يا كرم. الله معك الله معك. وين السياره لازم تكون ما بعرف. هلا عن جد بدك تتركني نام هون لحالي؟ والله بخاف ماني متعودة نام لحالي برا البيت. برا البيت وانا سابك في الشارع. انا معك النهارده. يعني كل شيء بتقلبه مزح. انا عن جد عم بحكي ماني متعودة نام برا بيتي. عرفتي برا البيت ايه بس انت في بيتك اصلا دلوقتي. وبعدين عايز اقول لك على حاجه. دي اكتر اوضه برتاح فيها في حياتي كلها. ليه؟ يعني فيها ريحه ام الله يرحمها. الله يرحمها. تعرفي انت وحشتيني قوي مش عارف. انت وحياه امي وحشتيني. وبعدين واحنا داخلين في الجنينه كنت عايز اخد بوسه كده على السريع بس انت شو بوسه؟ محدش سمعنا اصلا. انا بحبك كتير بدياك تضل جنبي. انا كتير بحاجتك ما عاد لي غير. اوكي لا تتركني لحالي. سيبك ايه بس انا هفضل طول حياتك وانا واقف جنبك ضغط عليكي كده وزانق عليكي مش مخليكي تعرفي تعملي اي حاجه. وبعدين اقول لك على حاجه. انا جبتك على مصر دي مش عشان تبقي مبسوطه وتلاقي مامتك. يعني عايزك تبقي مبسوطه وتضحكي بس. مبسوطه وتضحكي ايه؟ بس بس. روميو وجولييت القهوه جاهزه. يلا